مرحبا فيكم أعزائي المتابعين، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا لليوم هي معمول مد. بيلزمني لهالوصفة عندي كيلو طحين، كباية سميد وسط، نخلطهم مع بعض. سكر بودرة نص كوب، أقل من نص الكوب بشوي. وعندي هون 250 جرام سمنة حيواني و 300 جرام زبدة. بدنا نخلطهم مع بعض. لحتى تتمازج المواد مع بعضها. والسمنة والزبدة لازم يكونوا طراية بحرارة الغرفة، ما نكون مسيحينهم بحرارة الغرفة. هلا بعد ما خلطنا المواد وتمازجوا مع بعض، بدنا نحضر بقية الوصفة. عندي هون 200 جرام كريمة سائلة، وعندي هون نص كوب ماء الزهر وماء الورد. أنا بحب نكهته كتير. وعندي هون نص كوب قطر، وعندي هون ملعقة صغيرة خميرة الفورية. وعندي هون نص كوب سكر حبيبات. نحركهم ونخلطهم مع بعض. وهلأ بدنا نضيف الخليط للطحين والسميد. رح نكفي باقي الكمية. نعجنهم ليصيروا كتلة واحدة. بصير هيك قوامة. هلا بنتركها ترتاح شي ساعة تقريبا لبين ما حضرنا الحشوة، حشوة التمر. هنغطيها وبتركها ساعة ترتاح، ممكن أكتر. ممكن استبدال، ملاحظة مهمة، ممكن استبدال الكريمة السائلة بحليب، بمي زهر ومي ورد، أو بمي عادية بنفس الكمية. بس أنا بفضل
الكريمة السائلة بتعطيها بتصير العجينة بتفتفت. وقت اللي بدنا نستثني الكريمة السائلة بنصير بدنا نحط حليب بودرة مكانها، يعني شي 5 معالق، ومنضيف نفس الكمية 200 جرام، تعبت من العجن، 200 جرام مي أو حليب عادي، هيك بتصير يعني بتزبط إن شاء الله المقادير مع بعضها إذا منه متوفر الكريمة السائلة. عندي هون معجون التمر 400 جرام، راح ضفله زبدة طرية، ملعقة تقريبا بيجو، وعندي هون ملعقة قرفة ناعمة، ملعقة كبيرة، القرفة بتعطي نكهة كتير لذيذة للتمر. وعندي هون جوز صحيح، هيدا ذوق شخصي، انا بحب اضافة الجوز، بيعطي ذوق شخصي، اللي بيحب بيحط، اللي ما بده ما بيأثر. ندعكم مع بعض، راح ضفلن شوية مي زهر تقريبا ملعقة فقط، هلا خلصنا عجنون بدنا نمدهم هلا بالصينية. وعندي هون هيدي صينية البايركس، بدي مد الزبدة فيها قبل ما مد العجينة، بدهنها كلياتها وعلى الجوانب كمان. ما احتجتها كلياتها يعني. هلأ بدي مد العجينة، رح مدها بهيدي الطريقة، بحط كل شوي وبرجع برققهم بإيدي، هلأ بكمل مد للصينية كلها. بعملهم بشكل متساوي كلياتهم،
بحط شوي نحل فراغات، لما يكون في فراغات بمد بحط هلا بدي مد التمر فوقهم كمان، برقهم هيك بهالطريقة بهيدا الشكل وبحطهم فوق العجينة. هلا بعد ما كملت الصينية كليتها بالتمر بدي ارجع احط طبقة تالتة من العجين، تحط فوقهم العجينة. هلا بدي مد العجينة بنفس الطريقة.
بعملها كليتها بشكل متساوي حتى تاخد قوام واحد. وهلا بعد ما مديت العجينة بالصينية عندي هيدا الرول، عم بعمله على وجهها حتى تكون بشكل متساوي، بمرقه على وجهها حتى على وجه الصينية حتى يكون كله بشكل متساوي. هلا بعمل بحيز الداير الصينية القطع المتناثرة بضبة، يعني حتى ما يكونوا ملزقين بالصينية وقت الشوي بالحروف، بحروف الصينية وقت الشوي بصير ببينوا، بيعطي شكل مش حلو ومحروق أو شي. هلأ بدي حيزها أعمل لها خطوط بالشوكة، بيعطي منظر حلو. بعد ما كملت بنفس الطريقة هلا بدي أقطعها. هعملها قطع مربعة. هيدا شكلها قبل ما ادخلها الفرن. وبقي عندي شوي رح اعملهم بالقشطة، اعمل مد بقشطة، اعمل بهيدي الصينية الصغيرة بايركس. بنمدها زبدة الأرضية. ملاحظة، أنا بأول الفيديو قلت إذا ما في كريمة سائلة متوفرة الواحد بيستعمل مي وحليب بودرة. حليب البودرة بنحطه على الناشف، ما بنخلطه مع المي. وبالنسبة للمي أنا قلت 200 جرام، هو 200 ملي أو كوب ماء حسب استيعاب كل طحين. كل طحين استيعابه بيختلف عن الآخر، في طحين بيشرب مي كتير، في طحين أخف، يعني حسب. هلا عم نمد هيدول، عم نمد الأرضية. عندي هيدي القشطة كانت عندي بالبراد عملتها مسبقا، وبقي عندي هيدول منهم رح نستعملهم.
هلا نفس الطريقة مثل ما عملنا هي اللي بالقشطة، بنعمل اللي عملنا بالتمر قصدي، نعمل نفسه زيته. يلا رح نكملها. يلا معليش طلعت القشطة أكتر، طلعت القشطة كتير منشان هيك طلع على جوانب. هلا هون بعد ما خبزتها على حرارة 180 بالطبقة الوسطى، عملت دوبت ملعقة زبدة وحطيت مع ملعقة عسل عم بدهن فيها وجه الصينية، بيعطيها لمعة حلوة، بس فقط ملعقة عسل وملعقة زبدة بس. الزبدة سايحة دوبتها. هيدا شكل النهائي بعد ما خلصوا، محمرة من الوجه من الأسفل يعني، وعجينة بتفت كتير هشة وكتير لذيذة، راحتها كتير ذكية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب لتعمل فايدة، وشكرا كتير للمشاهدة وللمتابعة، وإن شاء الله منشوفكن بفيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة. رح كمل الدواء.